ريت حاجة أنت بدك تصلحي لي فيها، صح إنه قلتي واحد ضربني، واحد هددني بالقتل، واحد أو التالت عرفت عرفت الحوار اللي أنت بتتكلمي عليه ده كان مليان أكاذيب أو تحريفات، يعني ما قلتش الكلام بالصيغة دي أبداً، بس تعرضت للضرب؟ أه تعرضت للضرب. تعرضت للضرب. أه حصل. بس أنا كمان خدت حقي، يعني خدت حقي وقتي. اللي ضربتي انت كمان بالمقابل؟ غزيته. غزيتي بايه؟ بالمرايه، كسرت المرايه وغزيته، قطعت له العصب بتاع صباعه هنا، عملت له عاهه مستديمه. اوف خلاص، هلا ايه نشوف حد بالشارع نقول ده بتاع ياسر؟ قلقانة مني من اول الحلقه، عماله اكلمك عن الضرب ده نقول له ايه؟ لا ولا ممكن اجرام وسائل اجرام. لا بس فعلا عملت له عاهه مستديمه، بس مش ندمانه ابدا، بالعكس لما بفتكره بيسعدني جدا اتذكر ان هو كل ما بيبص لصباعه المعوج ده بيفتكر. وده الراجل اللي بس تفتكري اسمك نطقه، مش ده؟ انزعج هو. ده هو. هو ايه اللي يخلي الامور توصل بين اتنين للدرجه دي؟ غرز وضرب؟ ايه اللي يخليها توصل؟ ايه ليه توصل؟ غز. ايه اللي يخليها توصل؟ انا بضحك لان المشاهدين مش هيصدقوا ابدا ان انا ممكن الكلام ده يكون. لا انا بلشت من الكلام ده يكون عليا. تضربي على كل يوصل لما يبقى فيه استحاله خلاص للعشره وفي طرف مصمم يكمل. واكيد مش انا الطرف اللي كان مصمم يكمل، بس يبقى فيه طرف شايف انه بالعافيه لا لازم نفضل مع بعض. مش كان فيحسق. والغيره كمان بتعمل حاجات مش لطيفه خالص. انت اعطيتي سبب للغيره ياسمين؟ انا كل عرفتهم كان عندهم الداء بتاع الغيره ده. بس بتصور ان انا مش مستفزه. يعني العيب مش فيا، انه اللي متجوزك تجوزك لانك ست مثلا، كمان شايفيكي مواصفات لا اللي بيتجوز ست حلوه لازم يكون بالتعبير الشعبي كده يكون قدها. المتجوز ست حلوه لازم يبقى فاهم ان هي حواليها معجب، لو ست مشهوره كمان عندها متابعين. انا ما بحبش في كلمه معجبين في حالتي يعني، لكن عندي متابعين، عندي ناس مهتمه باخباري، ناس توقفني في الشارع تصور معايا. فانت المفروض ان انت مش متفاجئ بده، المفروض ان انت عارفه من البدايه فتتحمله. بس من بيشعر انه خلص انت بتاعته، انت الست بتاعته يعني؟ لا انا مش بتاعت حد. انا هو عم بحكي بعقليه الرجل يعني، انه بيقول انا لا جزها. اصل بصي مصطلح بتاعته دي الرجاله دايما بيستخدموها، انه انت بتاعتي، انت بقيتي بتاعتي. كلمه بتاعتي دي انا ما بحبهاش. انا مش بتاعت حد، حتى لو متزوجين. الزواج لا يعني ابدا ان انا بتاعتك. فهيدا كان يخلي يعني ان احنا معا، بس لا يعني ان انا بتاعتك ولا ان انت بتاعي. دي مصطلحات مريضه جدا يعني. الغالبيه يعني بيقولوا خلاص مراتي يعني انا امنت، يعني دي الحته الخاصه بيا. اليوم ياسمين برايك هذه المرحله اللي مريتي فيها من اساوي بهذا الشكل والضرب اللي عانيتي منه غير كسر؟ لا مش فيكي. بصي مش عانيت من الضرب، يعني هي كانت وقعه واحده وكانت واحدة. نهايه العلاقه. يعني هي وقعه وحيده وكانت نهايه العلاقه، واتصور انه انا خدت حقي يعني. يعني انا على الاقل الاثار راحت، لكن هو عنده عاهه مستديمه. كسرت فيكي الواقعه دي حاجات ولا لا؟ مرحليا طبعا، مرحليا لفتره يعني، قعدت فتره حزينه صابت عليك نفسي وصابت علي نفسي. اه زي ما بتقولي فكرت لفتره في إيه؟ يعني فكرت في ايه؟ فكرت في الانسحاب. اصله الانسحاب عقاب رادع. الست الـ القويه او اللي عارفه تاثير وجودها وتاثير اختفائها من حياه الاخر بتبقى فاهمه انه الانسحاب عقاب رادع. ففكرت في الانسحاب في لحظتها ومشيت. انا بقول لك دي كانت نهايه العلاقه، دي كانت النهايه. بس انا عم بحكي بينك وبين نفسك لما صعبت عليكي نفسك، جواكي كانت الست بتقول لك ايه؟ المراه اللي جواكي كانت بتقول لك ايه؟ انا ما ينفعش يحصل معايا كده، انا ياسمين حد يمد ايده عليا؟ اكيد يعني اكيد. اه بس انا اصلي ايه؟ انا مش مياله يا رغده للصعبانيات دي، حتى بيني وبين نفسي يعني، حتى لو محدش شايفني بخاف من الانهيار. انا بخاف جدا من لحظه الانهيار.
انهيار ايه؟ بخاف انه انا اثقل على نفسي باشعارها بانها ما كانتش تستحق كده، وازاي يحصل لي كده، فامر بلحظه انهيار كامل بقى، يعني اكتئب اكتئاب عنيف، ده انهيار، ده نوع من انواع الانهيار، انزوي، ارجع له، يعني العوده لشخص بالتركيبه دي في حد ذاتها انهيار. فانا بخاف من لحظات الانهيار، فبستقوى يعني، مش ما حتى لا اسمح لنفسي ان انا اقعد اتصابع مع نفسي كده، بأذكرها بصلابتها يعني وبكمل. وفاكره لحظه اللي ضربتي بالزجاج بالمرايه تفتكري منها ايه؟ في اشخاص بينسوا الحاله، بينسوا وضعهم اللي كانوا فيه. لا انا فاكره التفاصيل، وبقول لك مش ندمانه عليها، بالعكس منتشيه ليها، يعني لما بتذكر اللحظه دي بنتشي جدا، انها كانت لحظه انتقام، خدت حقي، خدت حقي.